نتكلم على أوروبا، بكرة ماتشات ضرب نار، بكرة البطولة الأكبر، البطولة الأهم، البطولة الأمتع على وجه الكرة الأرضية، انطلاق دور المجموعات. وخليني أستعرض مع حضراتكم في بداية الحلقة بكرة وبعده هتتابعوا إيه في جولتين متتاليتين. البداية بكرة إن شاء الله المواجهة الأولى هتكون بين تشيلسي ودينامو زغرب، تشيلسي طبعا كفته أرجح. المواجهة الثانية دورتموند وكوبنهاجن، مفيش حاجة محسومة طبعا، بس بقول يعني بحكم بالتقريب يعني دورتموند في مواجهة كوبنهاجن، دورتموند كفته أرجح، ساليسبورغ وميلان. ورغم أن ميلان طبعا بطل من أبطال، تاني أهم بطل في أوروبا، لكن ساليسبورغ الحقيقة تجربة كروية مميزة جدا، فصعب أنك تتوقع، وإن كانت الكفة تميل شوية لصالح الميلان. ثم المواجهة الجماهيرية بين ريال مدريد وسلتيك الاسكتلندي، وطبعا كفة ريال مدريد ممكن تبقى أرجح شوية، وإن كانت مباراة برضو هتكون من المباريات اللي يعني هيكون يعني فيها منافسة إلى حد ما. شختار في مواجهة لايبزيج، ولايبزيج هنا أقول إن كفته أتقل شوية. وبعدين المواجهة الأكثر جماهيرية والأكثر قوة برضو سيفيا أو سيبيا أو إشبيلية الإسباني في مواجهة المان سيتي. وطبعا السيتي واحد من المرشحين بقوة لإحراز اللقب السنة دي، وخصوصا في وجود الدبابة النرويجية إيرلينج هالاند. والمواجهة الأصعب والمواجهة الأقوى بكرة هتكون بين اليوفي الإيطالي وباريس سان جيرمان، في إطار سعي اليوفي للعودة للمشهد الأوروبي. واحد يبقى دايما يوفنتوس، واحد من كبار أوروبا، في مواجهة باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم والحالم بتحقيق لقب الشامبيونز ليج الموسم الحالي. ثم بنفيكا البرتغالي في مواجهة نادي الكيان المحتل في آخر الجولات. نروح ليوم الأربعاء، وعندنا في مواجهتين من العيار الثقيل. عندنا اياكس امستردام في مواجهه رينجرز اسكتلندي، عندنا سبورتنج لشبونه في مواجهه فرانكفورت، عندنا ليفربول في مواجهه نابولي، مواجهه من العيار الثقيل. ثم اتلتيكو مدريد في مواجهه بورتو، اتلتيكو مدريد يمكن كفته تكون ارجح، وان كان بورتو دايما عودنا واحد من الفرق البرتغاليه اللي ممكن في موسم كده زيه زي اياكس امستردام، زيه زي مارسيليا في سنوات فاتت، يعني ممكن تلاقيه في موسم يعني شارخ والدنيا ماشيه معايا وواصل لادوار متقدمه جدا، بل ان بورتو حقق اللقب قبل كده طبعا تحت قياده جوزيه مورينيو الموسم اللي اتقدم فيه سبيشال 1 لجماهير الكره في العالم كله. بعد كده عندنا ليفركوزن في مواجهه كلوب بروج، ودي يمكن مواجهه متكافئه الى حد ما. البارسا في مواجهه بيلزن بلجراد، وثم بايرن ميونخ في مواجهه انتر، ودي المواجهه الاهم والاقوى والاصعب على مدار يوم الأربع اللي جاي. وختام المواجهات هتكون بين توتنهام المنتشي والمنتعش الموسم ده، بيقدم الحقيقة بداية قوية جدا في البريمير ليج، واحد من الأندية اللي بتقول أنا عندي القدرة أن أنا أنافس، في مواجهة مارسيليا. دعوة للاستمتاع، وأعتقد أنه يوم الأربع هنتابع مع حضراتكم في حلقة العالمي ركاب كامل لماتشات الشامبيونز ليج موسم إن شاء الله بإذن الله. وأعتقد بعد ميركاتو أكتر من رائع بنشوف البارسا بيرجع مره ثانيه، الريال حاضر، ليفربول موجود، السيتي موجود، ميونخ، بي اس جي، اتوقع انها تكون نسخه ساخنه جدا من بطوله الشامبيونز.